هذا وتحتفل وزارة الداخلية بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني في 18 من شهر مارس من كل عام، ويأتي هذا اليوم للتأكيد على أهمية تعاون كافة فئات المجتمع مع رجال الأمن لتجسيد روح المواطنة الحقة والانتماء الوطني. ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقة الثقة بين المواطنين ورجال الأمن، جاءت مبادرة معالي وزير الداخلية باعتماد 18 من مارس من كل عام يوماً للشراكة المجتمعية، ليصبح فرصة للاحتفاء بفكر وفلسفة هذه الشراكة تحت شعار يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني. مديرية شرطة محافظة العاصمة تعتبر 18 من مارس مناسبة عزيزة وفرصة للتأكيد على المبادئ اللي أرساها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبالأخص طبعا تلك المبادئ التي تؤكد على قيم التعايش وتؤكد أيضا بأن البحرين وطن يضم الجميع. اليوم مديرية شرطة محافظة العاصمة تعمل وتؤكد على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع ومؤسساته المدنية، القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة. طبعا كل هذا تأكيدا وتنفيذا لتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الذي دائما ما يؤكد دعم المباشر للشراكة المجتمعية باعتبارها استراتيجية تعمل عليها وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها وإداراتها. اليوم مديرية شرطة محافظة العاصمة حريصة بشكل دائم ومستمر على التعاون مع كافة الجهات مثل محافظة العاصمة والعديد من الجهات الأخرى أيضا على تقديم وابتكار المبادرات النوعية اللي تسهم في النهاية في تحسين حياة المواطن والمقيم بمملكة البحرين من جهة، والمحافظة أيضا على أمنه وصحته وسلامته وسلامة ممتلكاته. قامت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية بتنظيم عدد من المحاضرات التوعوية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، والهدف منها تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب ونشر الوعي الأمني بينهم. وتم عمل عدة حملات توعوية في نطاق المحافظة الجنوبية لعدد من الجاليات ومخاطبتهم بلغتهم الأم لتعريفهم على دور شرطة خدمة المجتمع والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وكيفية اللجوء إلى الجهات المختصة في حال طلب المساعدة أو الاستفسار. تبذل شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق الكثير من المهام لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، واللي تتمثل في التواصل مع كافة فئات المجتمع من خلال نشر الدوريات الأمنية في عموم المحافظة، والتعرف أيضا على الاحتياجات الأمنية لأفراد المجتمع، ويتم أيضا تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين والمقيمين. أما في الجانب التوعوي فإن شرطة خدمة المجتمع خصوصا في ظل جائحة كورونا له دور بارز في توعية المواطنين والمقيمين للحث على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة. تحتفل وزارة الداخلية في 18 مارس من 2006 بيوم الشراكة المجتمعية، ويشكل هاليوم نقطة مضيئة بتاريخ مملكة البحرين، حيث يجسد صورة تلاحم وتكاتف بين أبناء الوطن من خلال تواصل فعال مع كافة فئات المجتمع تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية. حيث توالت مديرية شرطة المحافظة الشمالية بالاحتفال بهاي المناسبة للتزيد وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال الحملات التوعوية التي بلغ عددها 1427 حملة ل 33460 مستفيد، آخذين بعين الاعتبار تدابير الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي. ويتفاعل المواطنون في تجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع، فالأمن مطلب الجميع ومسؤولية وطنية تقع على عاتق أفراد المجتمع أيضا، فبتعاونهم تتحقق أعلى معدلات السلامة وخفض معدلات الجريمة. يوم الشراكة المجتمعية احنا كمواطنين وكأصحاب مجالس وكأبناء الوطن رجال ونساء وكمقيمين أيضا، حتى المقيمين يعني عليهم دور صراحة كبير، وأيضا شرطة المجتمع الخدمة تقدمها ليست للمواطن فقط، أيضا تقدم للمقيم، ولله الحمد لكل شيء بهذه الخطوة يعني على أكمل وجه، وما شاء الله ما في موقع من المواقع اللي يعني تواجد فيه شرطة المجتمع إلا تقوم بالدور على أكمل وجه. الشراكة المجتمعية هي البنية التحتية التي لها دور أساسي في تكوين وتقوية العلاقات بين أفراد
المجتمع وبين رجال الأمن، ولا ننسى دورهم في هذا الوقت الذين يقومون بتقديم إرشاداتهم للمواطنين كلبس الكمام وعدم الخروج من المنازل وعدم التجمع إلا في حالات الضرورة. ونتيجة التعاون بين رجل الأمن وأفراد المجتمع أصبحت العلاقة وثيقة بينهم، وذلك لأمن واستقرار المجتمع البحريني. إن الاحتفاء بيوم الشراكة المجتمعية مناسبة لإبراز دورها الأمني الحيوي وتطوير العلاقة بين الشرطة بكافة أجهزتها والمجتمع، كونها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية بمفهومها الشامل.